ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مرحبا احبتي في الله مع قناه احفظ وتعلم. ان شاء الله نستكمل خط التصحيح تلاوه سوره البقره. توقفنا الى ايه 149، هنستكمل لاخر الوجه وهنستخرج الاحكام. قبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم، عشان اللايك ده فعلا بيفرق كتير في انه لو عملتي كده هتاخدي اجر واجر غيرك، فياريت كلنا نشارك في نشر العلم بينا ان شاء الله. هنستكمل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث النون ساكنة وراء حاء إظهار حلقي، طبعا الحاء من حروف الإيه إظهار الحركي، مش هجيب غن. ومن حيث الساء من الحروف الإيه اللسوية، خرج جيم هنا ساكنة قلقلة والراء مفخمة، خرج تفولي، اللام هنا مشددة فانطقيها كأنها حرفين ساكن متحرك، فولي وج الجيم هنا برضو فيها صفة القلقلة، وجهك شطأ هي دي القلقلة برضو تجيبي فيها صفة القلقلة، شطر من الراء للام على طول، همس الواسطة تسكت وصلا، يبقى شطر المسجد الحرام، اللام هنا ايه قمرية مظهرة وهمس الواسطة تسكت وصلا، ونقف على الحرام عارض السكون 2 4 6 وتاخدي 4 حركات بالتوسط. وحيث ما مد طبيعي حركتين، كنتم فولوا نون ساكنة وراها تاء، جبنا هنا ايه غنة اخفاء حقيقي، وميم ساكنة وراها فاء اظهار شفوي، فولوا وجوهكم شطرة، مد طبيعي حركتين، وجوهكم شطرة، ميم ساكنة وراها شين اظهار شفوي، لو وقفت شطرة وقفت عليها بسكون الهاء، أما لو واصلة هتلاقي فيه هنا حاجة اسمها مد صلة حركتين، شطره لئلا، إنما هقف شطره لئلا يكون لن، زمن غنة النون المشددة، للناس هي هنا لينة، عليكم حجة إلا، ميم ساكنة وراحة إظهار شفوي، وحجة إلا إظهار حلقي، لأن الهمز من حروف الإيه الإظهار الحلقي، إلا الذين ظلموا، ما تقولش ظلا اسمها ظلا، لا مرققة ظا مفخمة، ظلموا منهم، طبعا هنا مادة طبيعية حركتين، منهم إظهار حلقي لأن النون وراها هاء، وهنا ميم وراها فاء إظهار إيه شفوي، فلا تخشوهم واخشوني، طبعا هنا الواو هنا واو لينة، ما تقولش بقى طاء لا اسمها تاء، فتركك التاء وفخمي الخاء، والواو هنا لينة، ميم ساكنة وراها واو اظهار شفوي، واخشوني، طب راحت فين دي؟ سقطت ايه اسمها همس الواو تسقط وصلة، ولي ركزي بقى ان هنا اللام مكسورة، ولي أتم نعمتي، يبقى هفتح الواو واكسر اللام واضم الهمزة، فركزي ان اللام هنا ايه مكسورة، زمن غنة في الميم. نعمتي عليكم، الياء هنا لينة والميم ساكنة وراها واو إظهار شفوي، ولعلكم تهتدون، ميم ساكنة وراها تاء إظهار شفوي، تهتدون، نقف على التهتدون بالمد العارض 4 حركات، كما أرسلنا، طبعا هنا علامة المد بعد همز ده اسم مد منفصل، يديله 4 حركات برضو عند حفص،
أر، ما تقولش أر أر، لا اسمها أر، رقاق الهمزة وفخامي الراء. أر سل، سل ما تقولش صل، لا اسمها سل، سين مرققة لام مرققة، واللام هنا لام اسم، لام ايه، لام فعل مظهرة. أرسلنا مد طبيعي حركتين. فيكم رسولا، راسو ما تقولش راسو، لا اسمها راسو، يبقى ترققي السين عشان ما تطلعش معاكي صاد والراء مفخمة. رسولا منكم، تنوين بعده ميم إدغام كامل بغنة، منك منك إخفاء حقيقي غنة إيه مرققة. منكم يتلو، ميم ساكنة ورا ياء إظهار إيه، إظهار شفوي. يتلو عليكم آياتنا، الياء هنا لينة وميم ساكنة ورا همز إظهار شفوي. مد طبيعي، مد بدل حركتين زي المد الطبيعي بالظبط. ياء ألف صغيرة حركتين، آياتنا برضو هنا حركتين، بين حركتين حركتين حركتين. ويزكيكم، طبعا هنا مد طبيعي حركتين، ميم ساكنة وراء واو إظهار شفوي. ويعلمكم الكتاب والحكمة، طبعا هنا ويعلمكم ال، دخلنا من الميم على اللام، همسة الوصل سقط الوصل، اللام هنا كمرية مظهرة. الكتاب ألف صغيرة حركتين، الكتاب واللام ساكنة مظهرة. والحكمة كاف ايه فيها صفة الهمس. ويعلمكم ما، هنا في زمن غنة إدغام متماثلين صغير، ما لم تكونوا، ومد طبيعي حركتين هنا وهنا، وميم ساكنة وراها تاء إظهار شفوي. ما لم تكونوا تعلمون، هقف عليها بالمد العارض للسكون. فاذكروني أذكركم، فاز زي الحرف لا سوي، وهمس الوصل سكت وصلا، والواو هنا مد طبيعي حركتين، والراء مفخمة. فاذكروا رو فخم الايه الراء، هنا علامة المد بعده همسة تمد كام حركة، أربع حركات، وده اسمه مد منفصل. أذكر الراء هنا ساكنة قبلها مضموم يبقى مفخمة. أذكركم، ميم ساكنة وراها واو إظهار شفوي. واشكروا، ما نقولش واش، لا اسمها واش، شين مرققة وهمس الوصل سكت وصل. واشكروا لي ولا تكفرون، برضو هنا هقف على تكفرون بالمد العارض للسكون، وهنا ولا مد طبيعي حركتين. يا أيها الذين آمنوا، عندك علامة المد بعد همز، ده اسم مد منفصل انفصال حكم، تديله أربع حركات، لأن في الأصل ياء لوحدها وأيها لوحدها، من الهاء للام على طول، لأن الألف سقطت لالتقاء الساكنين وهمس الوسط تسقط وصلا. الذين مد طبيعي حركتين، آمنوا مد بدل حركتين، والواو برضو مد طبيعي حركتين، وقلنا الألف صفر مستدير دي على طول خلاص بقى سيبناها، إن لا تلفظ ولا وصلا ولا وقفا. يا أيها الذين آمنوا، مش دخلنا من النون اهو، لأن احنا لما جينا نوصل عملنا ايه، من النون المضمومة إلى السين على طول، ليه؟ الواو سقطت عشان الساكن اللي قبلها السين وهمس الوسط تسقط وصلا. لكن لو أنا أبدأ بقى استعينوا، لو أنا أبدأ استعينوا بالصبر، هبدأ بالهمس الوصل ايه مكسورة، لأن ثالث الفعل مفتوح. الصبر والصلاة، ألف عليها اللي على الواو دي تنطقيها ألف، خلاص الباقي هنا ساكنة قلقلة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، مش الصلاة بقى، لأ الصلاة لام هنا مرققة. إن الله مع الصابرين، طبعا مع الصو الألف هنا إيه، الهمس الوسط سقط وصلا، واللام شمسية مضغمة لا تنطق، وتوفي على الصابرين بالمد العارض للسكون. تابعوني إن شاء الله لكل جديد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.